انتصاري والتحدي الانكشاري على المركز الاول. حمدان بن سعيد بن خليفة بن عامر الدرعي على المقدمة وعلى صدارة الشوط، بينما ممدوح هو اللي على المركز الثاني. احمد بن حمود بن علي بن سعيد الوهيبي يتقدم بالنظيمة وينطلق، ما بانطلاقة ممدوح يبغى لمراقبة هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث اتابع القدوم وصل في هذه اللحظات معرب سيف بن محمد آل سالمين المنصوري ينطلق بشعاره ويندفع بمعرب على المركز الثالث. المركز الرابع شوف التقدم من نشوان راشد بن سالم بخلفان بن راشد الكعبي، والتدخل في هذه اللحظات من فعل القادم بشعار سالم بن دغاش بن محمد العامري، ولكن الأسماء بدأت تقترب وبدأت تصل في هذه اللحظات. اتابع شعارك يا غصن، هناك من ينطلق بالفارس وغصن بسعيد المسلمي، احد الاسماء القوية ايضا واحد الاسماء المرشحة، قدوم من اسماء كبيرة، وصول كذلك من شعار بن هياي مع الاسد، وتدخل شعار ممثل السلطنة، وانضمام من شعار بالنظيمة مع الرهاوي، ولكن العودة من جديد إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط. نشوان 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 اللي على المركز الأول، نشوان راشد بن سالم بن خلفان بن راشد الكعبي على المقدمة وعلى الصدارة، ينطلق بنشوان المنتشي بمقدمة الشوط يندفع إلى الفوز، ولكن هنا القدوم، هنا الوصول من الفارس غصن بن سعيد بن حميد المسلمي، قادم بأحد الأسماء القوية والمرشحة مع الكيلومتر الأخير، ولكن بالنظيمة بدأ يتدخل بشعاره الخطير مع الرهاوي. مبارك محمد بن علي الجديلي على المركز الثالث، يتجاوز على المركز الثاني بن هياي قادم بانطلاقات الأسد، سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري، روح يا الشاعر روح، والقدوم من هو عبد الله بن حمد بن حريز الحرسوسي، ولكن وين الصدارة مع ابناء السلطنة هناك على المقدمة؟ ما بينك يا المسلمي، ما بينك يا الجديلي، ولكن الرهاوي والفارس، الفارس والرهاوي، الرهاوي والفارس، الرهاوي على المقدمة بالنظيمة، ولكن الفارس على المركز الثاني ما زال يحاول بشعار المسلمي، ولكن الرهاوي على الشوط، الرهاوي بكل قوة بكل جدارة بالنظيمة، ولكن المستشار هناك بشعار عوض بن حمد بن دحب العامري قادم على المركز الثاني، المستشار والرهاوي مع الجديلي مع الرهاوي بانطلاقة الشعار بالنظيمة. يا سلامي عليك، يا سلامي على الزهرة، يا سلامي على هذا الانطلاق. مبارك بن حمد بن علي الجديلي، تستاهل الفوز يا بالنظيمة والانتصار. المركز الثاني المستشار عوض بن حمد بن دحب العامري، المركز الثالث الفارس غصن بن سعيد المسلمي، المركز الرابع كان القدوم والانطلاق على المركز الرابع من ضرغام مسعود بن سهيل بن غصن العامري، والمركز الخامس كان التحدي والحضور من رعد سعيد بن علي بن سعيد البريس المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهانينا والناموس لمالك الرهاوي من ارتهى على شوط وخطف هذا الناموس وبكل قوة خاطف الناموس أول أشواط الحقايق القعدان. مبارك بن حمد بن علي بن نظيمة الإدالي، والتوقيت الأفضل 4 دقائق 24 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. سلام يا الرهاوي، سلامي عليك يا مبارك بن حمد بن علي بن نظيم الجديلي. المركز الثاني 4 دقائق 25 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية، كان الحاضر هو المستشار من قدم مستوى كبير عوض بن حمد بن دحب العامري، تستاهل الناموس يا راعي المستشار. المركز الثالث الفارس 4 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، أيضا هو الآخر قدم مستوى كبير، مشكور يا غصن بن سعيد بن حميد المسلمي.
وعن المركز الثالث مع الفارس والمركز الرابع 4:26 جزئين 2 من الثانية اللي كان على المركز الرابع عفوا. كان هناك شعار مسعود بن سهيل بغصنه العامري على المركز الرابع مع ضرغام، والمركز الخامس 4:26 8:00 كان اللي على المركز الخامس هو شعار رعد سعيد بن علي بن سعيد البريص المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.